رحمة الله، معكم فؤاد منياني الأمين عام للنقابة الوطنية لأرباب كراء السيارات بالمغرب. اليوم الحمد لله بجد الله توفقنا 2 فبراير 2019 نعقد الجمع العام السنوي ديالنا اللي قدمنا فيه لأعضاء المكتب الوطني والنقابة والأمانة العامة والمنخرطين ديالنا التقرير الأدبي والتقرير المالي اللي الحمد لله تم التصويت عليه بإجماع، وحطينا واحد الخطة الطريق اللي غادي ننهجوها في السنة المقبلة إن شاء الله. وحنا دائما عازمين على النضال ثم النضال، ومن هذا المنبر تنناشد جميع الهيئات المنظمه لهذا القطاع في المغرب باش تكتف من العمل ديالها، ونعاودوا ناخذوا واحد الزخه جديده من اجل الدفاع عن هذا القطاع، لان هذا القطاع يعتبر من اهم القطاعات المهيكله للسياحه اقتصاديا ماديا وسياحيا. اذا حنا كنقابه وطنيه غادي نتابعوا النضال ديالنا وغادي نكملوا النضال ديالنا مع الوزاره. الحمد لله كاينين بصيص امل مع الوزاره، كاينين بعض الاستجابات تنشكروهم عليهم، بعض اللقاءات اللي طراو مع الوزاره بداو تيلتفتوا لنا تيشوفوا شنو هما الاضرار ديالنا تناقشوا معهم. حنا بصدد باش نعطيهم واحد الرؤيه شامله على القطاع في واحد الملف مطلبي مشترك مع جميع الهيئات الاخوان ديالنا اللي غادي نقدموه ان شاء الله، ويكون الخير في هذا 2019. وتنشكركم على الحضور، شكرا.